لساتك زعلانة؟ بحياة ربك خلاص. ليش عم تحكي معي هيك؟ مفروض انه نحن كبرنا على هالحركات، بس على ما يبدو انه نحن اثنين اليوم اعصابنا تعبانه، لازم نروق شوي. شو رايك نبلش من الصفر؟ معروف شو عم يصير؟ ليش نحن مانا مبسوطين؟ هي المشكلة مو بس عنا، البلد كلها وضع سيء كتير. عن جد هلأ بدك تعطيني دروس قومية؟ لا مو شباك؟ معروف؟ لا لا ما في شيء. رح جيب لك حبة مسكر. لا 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 آخذ حبتين، ما في شيء ما في شيء، بس هيك دوخ خفيفة. اخذ حبتين وما راح الوجع؟ عم تتكرر هي الحالة معك؟ يعني صار لها شي شهر. على كل ما في مشكلة. الموضوع كله له علاقة بضغط الشغل بس. ايه خلينا بحالنا. شو المخططات؟ كنت مخططة نطفي الشموع، بعدين نطلع مشوار بالشام. نمشي ونحكي ونجن. مثل ما كنا نعمل زمان. بعدين هيك أعزمك عشي كافيه نشرب قهوة. ضل أتغالص عليك، ضل أتغالص عليك هيك لحتى تقلي بس يا هبلة. ونحن فيها. على فكرة كاتي أنا ما تغيرت. كل اللي صار إنه تعرفنا على بعض. أنا كنت فاضي وما عندي شغل. ونفسياً كنت بحاجة لحدا يحسسني بوجودي. يحسسني بحياتي. هلأ اكتفيت، حسستك بوجودك وحسستك بالحياة ويعطيني ألف عافية. لك لا مو هيك. أول ما تعرفت عليك قلت هاي البنت أكيد عم تزيدها بحركات الجنان تبعها، مثل أي وحدة بتقدم حالة لحبيبة أنه هي حرة وما نسألاني عن المجتمع أبدا. بس عادي، بكرة بعد الزواج بتصير امرأة تقليدية، بلشت تنق. بس طلع معي بعد كل هالسنين انه ابدا انت مو هيك. انت عن جد حدا مجنون. ما بعلمي انت كنت تحب جناني. ولساتني. بس انا ظروفي بهالفتره شوي مكركبه. رجعنا على ظروفي. لك يا اخي شو صاير عليك؟ لك نهاية انا موظفه وفوق كل هاد عندي شغلي بالجمعيه، ومع هيك ما تحولت لمرينة كدية وما بتتعاشر؟ كاتيا انت غير. شلون يعني غير؟ لتكون مفكر شغلنا بالجمعية تسلاي؟ يا الله قد بتحبي تعملي من حالك مناضلة. أكيد أنت ورفقاتك شغلكم بالجمعية تسلاي. تسلاي؟ إيه تسلاي. على أساس هالكم سلة اللي عم توزعون على كم عيلة أنت ورفقاتك وعاملين فيها الأم تريزا، عم ترضوا فيها ضميركم؟ ليش عم تستفزيني وتخليني أحكي؟ أنا لولا شغلي بالمشفى والمصاري اللي مغرقك فيها كنت تفرغتي لعملك النضالي؟ كل هذا مخبيه بقلبك؟ عن جد شكرا، انت وفرت علي كثير. شكرا معروف على صراحتك. تاتيا تاتيا حكيني كلمة. لو سمحت دكتور اتركني امشي لاني عم برجف من عصبيتي. عم بقول لك بس كلمة. شو لسه في اهانات ما وجهت لي اياها؟ معك حق، واللي قلته ما له مقبول ابدا. خلص والله من ورا قلبي تبريه فشت خلق. خلينا نهدى ونروق ونحكي كلمتين. والله انا اسفه ما تركت محل الرواق حبيبي. والله ما كنت قاصد عن جد. انا كل وصلت لهي المرحله عم تستعطفني انك مريض وتعبان؟ كاتيا عن جد ما بعرف شو صار لي. صار لازم اروح على المستشفى. اتصل فيهم خليهم يبعثوا لك قوافل سيارات اسعاف ولو
ما انت المدير. يا دكتور غسان، بدي اياك تجي تاخذني بسرعه من البيت، كثير تعبان، لا تتاخر. ان شاء الله هدي علي شوي لأفهم. شو أبو راميز؟